المهم الاخوان، السلام عليكم. كل شيء مليح. النقطه هي يعني السيد المدير الاقليمي للفلاحه بالنظور نقطه المياه توريد المواشي ببني سيد اللوطا من احدث باحدث تقنيات الوسائل يعني حديثه عصريه في الجحن يعجبس الحار ذي المستوى زعما ايش النقطه مائيه اللي توريد المواشي في المنطقه. كاين غير شنو رئيس التعاون الفلاحي السعاده غير الكلمه النس ممشي زران تاني يحظى عملية التسليم وعملية التدشين وعملية التجربة. أقش مرحبا سي رشيد السقالي، كان غادي نجي الكلمة. واخو بالنسبة للمنشآت المالية المائية يخرقندي جهة الشرق وثن في إطار المخطط الأخضر، البداية باش نتسمى أنزور غار مصدر من يزدكين المنشآت المائية تغذي نجم مشروع خرق مجموعة من الأثقاب المائية ذي الجهات الشرق زعم ذي مجلس جهات الشرق يجيذ بشاركة مع المديرية الجهوية في لها يدن ذي الجهات الشرق على أساس كل مديرية إقليمية يدن ذي الأقاليم ثمانية هذا جهزنت النقاط النذي الجوامل ونشين ذي المنطقة ذي خاصة بنيسي دار بصفة عامة جبل ولوطا ينطرق ذي الأثقاب المائية ذي 2018 حفان وزد المقاول نير من طرف مجلس من جهه الشرق يحفظ ان تدي بني سيدي الجبر دي منطقه مجاد والمعايير اكسين دي منايا هو انه المنطقه خصها وادي سي اري اتيري امن وادي شا ذي النيل ماشيه بني سيدي الجبر تو هذه المنطقه مجاد تني ومسجلنا الرقم واحد حفان ولكن تو غي مشاني شويه وهما يحفظنا مشاني وين الغلط وتغلط السكانيين المستفيدين من المنطقه اللي كاين غلطني وين تنعاجهم مشان يعرى غير مناسب وحفا حفا عندنا واني منايا نروح نغبني سيدي اللوطات وحفا يخضاني جو مشان كي جو مشان قناصه خندوق يبو علوتني خندوق حفا عندنا تو غادي نيو ذاني كسبني وغاس نبومان ساغندمان حفا نسلم مشاني كمرن ومهم كشي يجن الشهاده غير حفا بالله الثقب مني ذي سمان مليح او اني ما نعيدوش المديريه الاقليميه في الحال النظر جهاز ماني نيوز جهاز انوني سي مواصفات تما عصريا شتي اول مره نزار ماني ني واخا كتعاون زوج مجلس خاص ما تقني نادر تما غتنتا في تما ذي الفلاحه راني غدي المنطقه راني غد كوينا وما ريت تما يروح الدقا مار تما التجهيزات دايرين تام ويدقا تما الفلاحه ديال المغرب غاتيش 5 سنين 4 سنين هاتيري مليح هذا العالم القاروي غادي يري مليح انو مجهز الطاقة الشمسية غاس المأوى غاس ماني واعر ذن المان ماني استعمال الجرارة السهاري جو مان المهم يجن الحاجة رائعة جدا ونتمنى الوزارة الفلاحة هذا المديرين الاقليميين هنا كيف نصل المصالح الفلاحة هذه الاقاليم هضرة عن جانب غاد سي غينا نضطر بالله الوزارة باللي لا قد قاد سبحان سواء لا يفجحني غادا المشية سواء نريف جحن غادا الفلاحة ولا سنيك السينما ولا تسبب باش تيري المنطقه مليح خاطر تولي التغيرات المناخيه يا انزايت حين قزني خشيت كي جنا الوقت غير مناسب للفلاحه نتمنى زي الفلاحه ونتمنى زي المدير الاقليمي للفلاحه النظام تم اسم المنطقه يسن منايا هذه السيوض هذه السيوض مطلب لنا كاين شي كتعاونيه ورئيس الجمعيه الاقليميه المنتجين الزيتون ونسن تسمى المنطقه ماشي تلقى هذه السيوض مطلبه وانت باللي التنظيمات المهنيه سواء اني الفجاحة سواء اني المشية سواء اني شن السلسل هذا سي غير ندير المشاريع هذينا ومان انه مار من تنطلق في لحد تنطلق سوى مان ما راه سي غير دقوا منايا تما السند باللي لاقا المغرب صافي تما خت كيجي المرحلة تما رائعة جدا في المجال الفلاحي وشكرا. إيه وين زعما شي المنطقة النقطة المائية عذر الناس ديال المستوى اني عذر الناس تما شي دقني اول مرة نزاري تما وا دبين من غفلة حظني المشروع 100% انو ديسك تازي 280 متر الغار الطاقه الشمسيه دوك مشانس المهم جميع التجهيزات وهذه من غثيني دور من غثيك اكس 7 دي فتحني عجبس النهار ما دي عجبس النهار وي عجبس النهار سوطس مره تمنى ني ودنا غاسني لي غدقني تما التجهيزات اللي دوينها المهم ايوا سلمتي الجماعه البني سيدي الجبل من زي يوسف بني سيدي اللوطه بني سيدي اللوطه من زي يوسف دي النفوذ الترابين بني سيدي اللوطه على اساس انه الجماعه غتجيش الضمانه هذا ما راه يفشل هذا يوذني ما يوقعش نجح نحاش وامس فهم نيخ هذا ديوني ولكن على يقين انه الحاجه مهم وهذا سي سمحوا له ذي الجن والتفشير واسي توقع لي انه تنحيات ابن اخوان وكان عرشه على الماء امان
وهني عدو الذي جن هني مصدر الحياة، مصدر نار الرزق، مصدر جميع من يدين سنجيما. يكسبني اني نقول سنه مشان اني غادي يعجب وسنة الحال. مشان يعجب قد ويستغنيني قوم يوم وما نيتو غستغني انا كوريك السبي استغنيني قوم يوم وما تغزر ينها سنة انها اوه يوا كشي غثني قوم يوم وما انا عاد واحد جي وين المعاناة وضغاس ويا وثام يعني المديريه في لحن النظر تعاون غالي اقتصاد المنطقه. تعاون غا كلشي تعاون غا وفجاح تعاون وفارم تعاون زاني جن النموذج تما ذوني ذي جن النموذج زاني فجاح اللي لها قوم تما قد ثوت مستهلك الهاق الشتاقة الشمسية الخود أغزع ناجحة سقع عدد دمان خطر 280 حرارة 300 متر تما يقش التكلفة المالية ما تفت واذين شيء تما جات غسطاتين عشين تما يرجع عقد مليح هذه يخدم وهذه هذه تهي الذي من إني غادي يخدم يتسمى وني كن فكرة يا موزاني تيقر عز دنفس شنو تغير نقعد تجيب ويا مو بارمة نزرة أنا ميزري غير المهم شتعجب غد كني تما أول مرة زار خش قغان غدا ثلاثة ونو ثم جهاز نسلمي الخاف ولكن من دين جين خازي كوش مجهز بأحدث التقنيات بأحدث التقنيات سواء من قال وخذ إن الحرارة مرتفعة ذين ونتي تخفض وخذ إن الحرارة منخفضة ذين وني حمل البومبة تما برجوات حار ذين عاود مراوين ثاني أمن قضان زقوانو خسير بومبة السارج مري عمارة تخسير بومبة المهم دقا نتمنى سواطاس وزارة الفلاحة سواء مارني ذي سجان استمر ندير العمل هو قال انت لقى الفلاحة تيريس ومن الخور شي القادين نجم مكتسبات غانغ ديال المنطقة المخطط الأخضر المخطط الأخضر خومي باش هادي ينجح يخصا أذرع مسلحة ومن مش من اللي كان مدير الفلاحة هذه المستوى هذه مكتازي المستوى ما لاني كتازي المستوى تسمى الفكرة عجيبة يا رائعة فكرة عجيبة شكون شي تيماني شي دوغا نتسرق جهزنا هنا ولكن راه من زران نقيم دقني تما ما راني السنيع بقى نقيم الخزان والدي عجيب جدا ونشكر المديريه الاقليميه للفلاحه المديريه الجهويه للشعر الوزاره الفلاحه مار اللي ساهمت ديما هنا سكوش وشكرا